لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من ريف إدلب عضو رابطة الإعلاميين في إدلب مازن الشامي. أهلا بك مجددا مازن معنا على شاشة اليوم. نعم، مساء الخير. مساء النور مازن، دعنا نتعرف على المشهد تحديدا في مدينة إدلب، يعني سواء عما يتم تداوله عن تجدد القصف وكذلك الوضع الإنساني الراهن هناك. طبعا منذ 6 أيام اليوم ولأول مرة هدوء حذر تشهده جبهات ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. طبعا حتى الآن لا يوجد أي طلعات جوية، إن كانت الطيران الروسي أو الطيران المروحي، باستثناء سقوط منذ قليل عدة قذائف هاون على أطراف ريف حماة الشمالي وبالتحديد في محيط بلدة اللطامنة. طبعا هناك امر يتم تداوله اليوم او يتم تداوله من قبل بعض القنوات الاعلاميه وبعض الصفحات، بانه هناك او دخلت قوات تركيه تحمل مدافع ودبابات، وثم قامت بالانتشار في قريه كفرحوم الواقع غرب مدينه حارم على الحدود السوريه التركيه. طبعا هذا الخبر منفي جمله وتفصيلا، ولم تدخل اي ارتال الى الداخل السوري ولم تتجاوز الارتال، ولكن هناك حديث عن زيادة التعزيزات العسكرية التركية على الحدود من الجانب التركي. طبعا بالفعل الجيش التركي نشر عدة مدافع من عيار 155 على طول حدوده مع ريف اللاذقية وريف إدلب. ايضا يعني الحشودات التركية مع سوريا كما ذكرنا لم تدخل، لكنها متواجدة ضمن الأراضي التركية على الحدود بينها وبين سوريا. أيضا الوضع الإنساني إن تطرقنا إليه مازن، ما الجديد لديك؟ طبعا بالفعل يعني ارتفع عدد النازحين من المناطق التي تشهد قصف من قبل روسيا وميليشيات الأسد إلى أكثر من 30,000. هؤلاء طبعا نزحوا باتجاه شمال إدلب وأيضا باتجاه مناطق عفرين وباتجاه المخيمات الواقعة على الحدود السورية التركية، وخاصة من جهة أطمة. طبعا تعيش المنطقة أوضاع صعبة في ظل الحاجة الماسة لإغاثة هذه العائلات التي هربت من قصف روسيا والأسد، إضافة إلى أن الطيران الروسي كان يعتمد سياسة استهداف النازحين على الطرقات، كان أولها أول أمس حيث تم استهداف سيارة للنازحين مما أدى لاستشهاد طفل وإصابة باقي أفراد العائلة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي مازن الشامي عضو رابطة الإعلاميين في إدلب، حدثنا مباشرة من ريف إدلب.